ثاني موضوع اليوم هو موضوع جديد، أنا صراحة ما بحب أتناقش في هاي المواضيع بشكل عام، بس هحكي عنه اليوم حتى يمكن أنزل عنه صورة على الانستغرام. في ناس بتسأل أنت محمد شو فكرتك مع الزواج ومش زواج وهي الشغلات، وهلا حتقول أوكي محمد إحنا مش جايين عشان نسمعك أنت شو بدك تتزوج بدكش تتزوج، وبعرف هذا الشعور وما بلومكم إنكم أنتم هيك بتحكوا وهيك بتفكروا، بس بدي إياكم تسمعوا اللي أنا بدي أقوله هلا. أنا كنت بحكي قبل شوي على التيك توك، انا من الاشخاص اللي انا تربيت فيها الطريقه ويعني من اللي تعلمته من اهلي وهيك انه الزواج هو العلاقه الشرعيه الوحيده اللي موجوده احنا في حياتنا، اوكي، يعني العلاقه الشرعيه بين شاب وبنت، هذا اللي انا شغال عليه، هذا اللي انا عايش حياتي عليه. اذا انتم عندكم تفكير غير او انكم بتحسوا غير انتم حرين، هاي حياتكم. بنفس الوقت انا اتربيت على هذا الاشي وعشان هيك انا بدخلش علاقات، انا عشان هيك يعني بتقربش مع بنات كتير لانه هذا الاشي اللي انا ماشي عليه. للاسف اللي انا بلشت اشوفه بكثره انه احنا مجتمعنا مش بس انه الناس مثلا والله بتعيش بعقليات مختلفه، هذا اشي طبيعي، بس انه الناس بتحاول تعيش بعقليه الغرب، بتحاول تقلد بالغرب. والمشكلة انه الواحد لما يكون بس بتطلع على الغرب من هون بيفكر انه هم حياة عندهم واو، وحياة عندهم كلها سعادة، وحياة عندهم كلها رفاهية. وانا لما عشت هناك انا تعلمت كتير منهم وفي اشياء كتير مفيدة طلعت منها، بس كمان في اشياء طلعت منها انه الغرب زيه زي اي مجتمع تاني، فيه مشاكله فيه ايجابياته فيه سلبياته. وللأسف احنا كعرب انا شايف انه احنا كتير عم ناخد من السلبيات وعم نترك الايجابيات عندهم، هم عم بتطوروا كتير واحنا عم ناخذ السلبيات وبننزل من حالنا. مستويات الطلاق بلشت تزيد عنا، مستويات الامراض العقليه مثل الاكتئاب وهاد بلشت تزيد عنا، المشاكل في العائلات بلشت تزيد عنا، الشباب والبنات الضايعين في حياتهم سواء كهدف سواء كحركات كهذا بلشت يعني هذول الشباب صاروا كتار في مجتمعنا. ليش؟ عشان احنا بنطلع عليهم، خلينا احنا نطلع عليهم ما في مشكله، بس الواحد يطلع عليهم نظره الواحد يتعلم فيها، الواحد يحاول يشوف الحلو ويطبقه عنده، الواحد يشوف الاشياء اللي ممكن يتعلمها ويطبقها هون ويطبقها بطريقته الخاصه، مش يشوف الاشياء السلبيه عندهم ويحاول يقنع حاله انه هذا اللي سبب بنجاحهم، عشان هيك والله انه هاي البلد هي احسن بلد في هذا الاشي، هي دائما التكنولوجيا عندها متطوره. لا، مش عشان هيك، عشان عندهم ناس مركزين، عندهم ناس مركزين قاعدين ويشتغلوا ومخلين الناس اللي يلعبوا هذا يلهوكم انتو، عشان هيك هم ناجحين واحنا لسه ورا، عشان هيك احنا الحمد لله البلاد العربية لسه متغلبة. احنا مش ناقصنا ذكاء ومش ناقصنا فلوس ومش ناقصنا قدرة ومش ناقصنا اشي، ناقصنا بس الارادة. هل احنا فعلا بدنا ننجح؟ صار للأسف المجتمعات فيها كسل وفيها خمول وفيها الناس اللي ما عندها اهداف والناس اللي ما عندها طموح والناس مش فارقة معها حياتها، يعني أنجزت فيها ما أنجزت فيها، وهم عندهم ناس مش كتار على فكرة بس فئة منيحة، يعني من الناس عندهم طموح عالي، طموح عندهم إرادة، عندهم الحب في التطور، عندهم الحب في الإتقان، عندهم الحب في هاي الشغلات الكتير اللي كانت موجودة عندنا زمان قبل ما نطلع عليهم، بس اطلعنا منهم عليهم أخذنا منهم كل المشاكل اللي بتصير عندهم في المجتمعات وفي العائلات وبين الأصحاب كل مشاكل الادمان وكل هاي المشاكل الحمد لله احنا اخذناها عنا وصارت جزء اساسي من مجتمعاتنا. يعني على فكره هذا سواء له علاقه بالزواج او ما له علاقه بالزواج. فبدي انا بدي اسالكم، يعني انتم هلا المعتقدات اللي انتم في بالكم سواء اذا هي لها علاقه بالزواج او لها علاقه بشيء ثاني، هل هاي فعلا منكم ولا انتم من الافكار اللي جاتكم من برا؟ بدي اياكم تفكروا كثير منيح، لانه حتقولوا لا اكيد من عندي، ما حدا اثر فيي. انت متاكد من هذا الاشي؟ انت متاكد من هذا الاشي؟ الافلام والمسلسلات والاشياء اللي بتحضروها، على فكره انا بحب احضر الافلام والمسلسلات الاجنبيه كثير بحب، بس بحب اخذ منها الاشياء الايجابيه، يعني بحب اني احضر الفيلم او احضر المسلسل واحس اني انا بدي اروح اشتغل على هدفي بس اخلص، ما بدي احضر الفيلم او احضر المسلسل واروح احس اني انا بدي اسوي اشي غلط بعدين. وللاسف مش هيك كل حدا بحس، وعشان هيك انا بحكي لكم افكاركم هاي اللي كانت مبنيه على شغلات وملاحظات وفيديوهات، هل هاي افكاركم انتو ولا افكار انحطت في عقلكم؟ القرار برجعكم بالاخير، برجع لكم بالاخير، انا مش هون عشان اعطي نصائح لها علاقه بالزواج ولا لها علاقه بالمصاحبه. انا زي ما قلت لكم علاقات غير الزواج انا ما الي فيها، ما بهتم فيها صراحه، وانا ما حكون مهتم فيها. هل انا في بنت في بالي؟ لا. هل انا حاطط عيني على بنت؟ لا. انا بدي اتزوج؟ اه.
ان شاء الله اول ما يكون عندي الوضع المادي مسمح انا بدي اتزوج باسرع وقت ممكن، وبدي اتعرف على البنت بطريقه شرعيه، بدي اهلي يكونوا عارفين عن الموضوع، بدي اهلها يكونوا عارفين عن الموضوع. انا ما بدي اسوي شيء خالف ديني، الحمد لله انا سنين كثيره ماسك حالي من اني اسوي اشياء غلط، سواء عند اهلي او برا لما اكون بعيد عن اعين كثير ناس، ما بدي اسوي اشياء غلط، او بحاول امسك حالي قدر المستطاع اني اسوي اشياء غلط. فلما اجي انا بدي اتزوج، مش اني بدي اتزوج بنت ما بدي اعرفها، ومش اني انا بدي اتزوج بنت يعني انه بس انه والله اهلي حكوا لي اتزوجها وحتزوجها، لا مش هيك. فبدي اياكم انا تفكروا بهذا الاشي، سواء كنتوا كبار كنتوا صغار، فكروا انتوا بحياتكم مرة ثانية، مش بس بالزواج، بشغلات كتيرة، وتفكيركم وطريقة الطريقة اللي بتعيشوا فيها، معاملتكم للناس التانيين، هل هاي فعلا الطريقة العربية، الطريقة اللي انتوا تربيتوا عليها، الطريقة اللي عيلتكم معروفة فيها، هل هذا الاشي اللي احنا بنفتخر ان احنا نقول ان احنا عرب بهاي المعاملة، ولا هاي الشغلات بس احنا ماخدينها من الاشياء من الناس التانيين ومفكرين انها كول ومفكرين انها صرعة ومفكرين انها صيحة؟ خيار برجع لكم صراحة بالاخير، كل واحد حر بحياته، كل واحد حر بقراراته، بس انا حبيت اعطي هاي الرسالة، وان شاء الله حتشوفوا هاي الرسالة تتكرر مني، انه احنا على فكرة كعرب ما بنقصنا اشي، فينا كل اشي، كل اشي موجود عندنا الحمد لله، بس لازم احنا نفكر كيف نوجه هاي المصادر اللي عندنا اياها، كطاقة كذكاء كقدرة كفلوس، لما نوجهها في المحل الصح صدقوني صدقوني احنا كعرب حنكون احسن بلدان في الدنيا، احسن احسن بلدان، ما حد حيمنعنا، بس ما دامنا حنكون مركزين على الاشياء الغلط اكيد اكيد احنا متراجعين. انا الحمد لله مثلا دبي اللي انا عايش فيها، دبي يعني برايي صراحه دبي بالشتاء المدينه المثاليه، ما لا يعلى عليها، فيها رفاهيه وفيها تكنولوجيا وتقدم وتحضر، بس حتى دبي عم بتطور من حالها، ودبي تعتبر يعني كيف اقول لكم استثناء، مش كل البلاد زي دبي، حتى الغرب بتفاجئ منها، بس خلينا نكتر احنا من دبي، خلينا نخلي البلدان الثانيه المدن الثانيه تكون زي دبي او قريبه على دبي، خلينا نتعلم احنا من دبي، نتعلم من الناس اللي بترأسوا البلد، من القرارات اللي بتصير من ناحيه التطوير، من ناحيه الاستثمار، من ناحيه التفكير، ونطبقها عنا. البلدان العربية الحمد لله فيها فلوس، البلدان العربية الحمد لله فيها إمكانيات، الحمد لله فيها ذكاء، الحمد لله فيها قدرة، بس بدنا إحنا الإرادة، بدنا إحنا الاتجاه الصح، بدنا إحنا الناس نتأكد إنه في ناس موجودين عندنا بالمجتمع يوجهونا في الاتجاه الصح. لا 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 تطلعوا على الأشياء اللي بتلاهيكم، اطلعوا على هذا الإشي، هذا الإشي هذا الإشي حيجيب لكم سعادة حقيقية إلكم ولعائلتكم ولمجتمعكم ولأبنائكم ولأحفادكم وللأجيال القادمة. هذا التفكير اللي إحنا بدنا إياه. يعني فمرة تانية حرجع أعيد أنا للسؤال، هذا مش بس بالزواج، هذا بكل الأشياء التانية في حياتنا. فأأمل إنه هذا الموضوع تفكروا فيه شوي، أأمل إنه هذا الموضوع فعلا فعلا تبلشوا أنتوا تعدلوا حياتكم بناء عليه، لأنه فعلا إحنا كتير منا بتصرف يعني ولا كأنه متطلع، زي كأنه عيونه مغمضين. طب فتح عيونك، فتح عيونك على العالم وشوف شو اللي بيصير، شوف شو اللي بيصير، شوف المشاكل اللي بتكون موجودة وشوف أساسها. وانت يمكن هلا ما عم بتسبب مشاكل، وانت يمكن ما صار لك مشاكل، بس يمكن لو ضليتك ماشي على الطريق اللي انت ماشي عليه هلا حتتسبب بمشاكل او حيتسبب لك مشاكل. فارجو انه هذا الفيديو يساعدكم.